جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم من يسب الشباب الملتزم ويشوهه بأتفه الأسباب، بل وينسب إليه أشياء وأشياء هو في غنى عنها، مع العلم أننا حاولنا نصحه وإرشاده ولكن دون جدوى؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تنقص أهل الدين والملتزمين بطاعة الله، سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الكبار، بل الذي يجب هو التعاون معهم على طاعة الله عز وجل، والواجب الثناء عليهم وتشجيعهم وحثهم على ذلك. وإذا لوحظ عليهم شيء من الملاحظات فإنهم ينصحون ويبين لهم وجه الصواب ويوجهون. أما الاستهزاء وأما السخرية بالناس هذا أمر منكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. والاستهزاء بأهل الدين من صفات المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، إلى غير ذلك من أنواع الوعيد في الذين يستهزئون بأهل الدين ويسخرون منهم. والواجب عندما يلاحظ على أحد شيئا غير لائق من الشباب أو غيرهم أن يوجه بالحكمة والموعظة الحسنة. أما السخرية وأما الاستهزاء فليس هو سبيلا للإصلاح، وإنما هو منكر وسبيل للشر والعداوة بين المسلمين والتنفير من الدين والالتزام. نعم.